الناس لما بتيجي تستغرب لبسك؟ الناس بتستغرب لبسك؟ لا خالص، احنا بقفل بره فهو بيسالني. للاسف اللي بيزعلني ان هم مش عارفين ما بين العصور، يقول لك ده الفرتيتي، مع ان ده سلك البط مش الفرتيتي. اللي بيتضايق ان هم مش عارفين الطريق. بس طب ويعني ليه هم مش عارفين الطريق؟ والله مش عارف، دي بقى عدم ثقافه بقى ولا ايه؟ بص يلاقي يقول لك انت فرتيتي، اقول له لا ده لبسك الكليوباترا، وانا ده الكليوباترا، فده سلك الكليوباترا مش الفرتيتي خالص. الفرتيتي سلك تاني في عهد تاني وفي عصر تاني. طب شايفة المناهج في المدرسة ما يعني ما بتديش التاريخ حقه؟ اه ما طبعا بصحة التعليم انحدر عندنا للأسف، هي مشكلة في المعلومة. يعني وزير التعليم على طول بيحاول يطور المناهج. والله بص التعليم باظ بقاله 10 سنين اهو، واحنا في اللازم. شوف المدارس الحكومية عاملة ازاي، لسه مفيش ثقافة، لسه دي حاجة احنا نجهلها.